طبعا أرحب فيكم جميعا، وحبيت أنني أكلمكم اليوم إن كيف تكون مصمم ناجح، ونخبركم. يعني أنا هني مو موجودة علشان إن أنا أدرسكم أو إن أعطيكم محاضرة، بل عشان أعطيكم من خبرتي، يعني ملعقة من الذهب وهاي اللي تحتاجونه حاليا في هاي المرحلة. لماذا؟ طبعا كي يتضح لك طريق جيد تفهم ما أنت مقدم عليه، تستفيد من تجارب وخبرتي في هذا المجال. النجاح الأول، ابدأ كمصمم ناجح. طبعا استشعر النجاح بقلبك وارسم طريقة بعملك وجهدك، ودائما حفز نفسك بأنك فعلا مصمم ناجح، وستكون ناجح أبدا. فابدأ من داخلك، يعني هي أول شغلات أنت تحتاجها علشان أنت تدخل في هذا المجال، وهو مجال التصميم الداخلي. طبعا النجاح الثاني اللي راح تقدم عليه هو سلم النجاح. سلم النجاح تتدرج من البداية، لا تحاول القفز، بل اجمع رصيد من الخبرة التي تستمد منها قوتك في إثبات نفسك عندما تريد أن تبدأ مشروعك الخاص. يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن 10 سنوات خبرة. عليك كثير من المشاريع والمشاكل اللي تعرفت عليها خلال هذه الخبرة من السنين، وفيه عدد كبير من المعارف عالجت فيها مشاكل، وتعرفت على المخططات في موقع العمل، لأن هذه الخبرة هي اللي راح تأهلك للقمة وللنجاح السليم. يعني احنا مو دايرك احنا نتخرج ونروح نبدأ مشروعنا الخاص، لأن هني راح تواجه كثير من العراقل والمشاكل. ويفضل ان المصمم فعلا ياخذ خبرة على الأقل 10 سنوات، وعلى أساسها بعدين يفكر في انه يفتح مجاله الخاص والبزنس تبعه. النجاح الثالث، طبعا ابدأ بشغف وحب. اي شغلة انت حاب انك تشتغل فيها، اذا ما كان في شغف وحب داخلك الى هذا العمل، ما راح يعني يكون نتاجك او عملك متقن، او انه راح توصل فيه الى النجاح. فابدأ بشغف وحب لعملك، وما تقدمه هو ما يجعل عملائك يتقبلونه ويقبلون عليه. عمل بكل ثقة واطمئنان إليك إذا أنت حبيت عمل. طبعاً أكيد الكلاينت تبعك وأي أحد يتعامل معك راح يقبل عليك بشكل أفضل وانفتاح وتقبل إليك، ولا اللي قاعد أنت تقدمه إليهم. ننتقل للنجاح الرابع. النجاح الرابع، تقبل النقد. لا تعتد بنفسك، ودائما افتح أذنك وتقبل الملاحظات وتقبل وجهات النظر، وانظر للزاوية التي لا تستطيع رؤيتها فيك. هذا ما يجعلك تتطور وتنتبه لأخطائك من عيون أخرى، لأن ساعات إحنا نفكر إحنا تخرجنا راح نبدأ بالمشاريع، سواء مشاريعنا الخاصة أو في مجال عملنا في مؤسسة أو مكتب. هني بيكون المسؤول عليك، يمكن يعطيك ملاحظات زملائك يعطونك ملاحظات، هني انت عليك ان تاخذ فعلا بعين الاعتبار هاي الامور، لان هي اللي راح تعطيك الزاويه الثانيه اللي انت ما تقدر تشوفها، او النواقص اللي انت تحتاج تكملها فيك. فهاي جزء جدا مهم، لان في بعض الديزاينر مثلا ما يتقبل، يقول خلاص انا عندي هاي ما أقدر أن أخذ، أو أنه ما يستوعب أن أحد يجي ينتقده. فهي جدا مشكلة كبيرة، وعليك أن أنت لازم تحذر فيها وتتقبل بالعكس النقد البناء اللي يساعدك في أن أنت تنجح. النجاح الخامس، ناقش. في المناقشة، مناقشة أفكارك وطرحها مهم جدا للخروج بأفضل الأفكار والحلول. فلا تستهين بطرح أفكارك ومناقشتها مع الفريق الذي تعمل معه، ان فعلا انت راح تنتقل نقله جدا كبيره اذا انت طرحت افكارك وخليتها على الطاوله، وهي راح يقدم كثير. يعني النجاح السادس، لا تعتد برايك. اذا اردت الاستمرار لا تعتد برايك، لانها ستكون وقفه طويله لن تجعلك تتقدم، وقد ينتهي بك الامر الى نهايه المطاف بعيدا عن دائره التصميم والابداع، لأن أنت راح تحتكر نفسك. الديزاينر المصمم لازم يكون منفتح
وبالعكس انه يعني يتقبل ويوسع الدائرة تبعه ويوسع المحيط تبعه علشان انه يتطور وينتقل الى النجاح الفعلي. النجاح السابع، ابحث واستكشف دائما، ابحث عن كل ما يطورك، يفتح لك ابواب جديدة لم تكن تعرفها، قد تسهل عليك خطوات العمل او تغذي بصيرتك للابداع اللامتناهي. فلازم انت تكون يعني عندك استكشاف وحب الى هذا المجال بحيث ان انت تطوره، لان مجال التصميم بشكل يومي تقريبا انه متطور، يعني مو انه يعني خلنا نقول بين فترة وفترة تختلف امور كثيرة، فلازم ان احنا نكون مستكشفين ونبحث دائما ونطور من نفسنا. النجاح الثامن، تعلم باستمرار، العلوم والبرامج تتطور باستمرار، واكب هذا التطور لكي تكون متميز دائما ولتسهل وتختصر لك خطوات طويلة قد تعيق تقدمك وتطورك. يعني في تطلع عندنا من بين فترة وفترة برامج قد تسهل علينا خطوات كبيرة، يعني يمكن بالساعات، بس ان هذا البرنامج راح يسهل علينا ويخلينا احنا، لان يعني مجال التصميم كل ما كان يعني انت سلمت المشروع او البروجكت اللي عندك في اقرب وقت ممكن، في اقصر وقت ممكن، انت هني راح تستفيد وراح تاخذ مشاريع اكثر، فكل ما تعلمت عن البرامج الجديدة بيكون افضل اليك. تعلم من اخطائك الارتقاء، يعني لا تخليها عندك يعني نقطة وان انت توقف عندها، لا، بل اجعل من هذه الاخطاء درس عملي مفيد للارتقاء بعد الخطأ، فهو أقوى درس. لا تحبط نفسك، بل تحدى وأثبت بأنك تستطيع أن تقدم الأفضل دائما. النجاح التاسع، تخيل، الخيال هو غذاء المصمم، بدون الخيال لن تتوسع مداركك. تخيل وصمم واستلهم من الطبيعة، من الحيوان والجمال، كل ما يثري مخيلتك للإبداع. المصمم يحتاج دائما يكون منفتح على العالم، يستكشف، يتخيل، يوسع المدارك تبعه بحيث انه يكون مبدع وملهم في نفس الوقت. النجاح العاشر، صمم بثقة، الثقة بما تقدم من تصميم يجعله فعلا ناجح، بعكس التردد والخوف، لا تجعله يعيق تقدمك، اخرج ما لديك بكل ثقة وجرأة، حينها ستحصل على القبول من المرة الأولى، فقط ثق بقدراتك. لأن فعلا ان الثقة باللي انا اقدمه في نفسي راح يعكس فعلا الانطباع الأول من العميل او حتى من التيم او المسؤول تبعك، يمكن من المرة الأولى انت راح توصل الى القبول. فالثقة بالنفس جدا مهمة، لما انا اجي وانا من داخلي ان انا ما اقدر اعطي، انا ما اقدر ان انا اوصل، فعلا انت ما راح توصل، لان انت عكست هذا الشيء داخلك وطلع في الخارج. النجاح الحادي عشر، دقق، طبعا دقق بكل شيء، بكل التفاصيل، اينما ذهبت حللت، في الكوفي شوب، في المجمعات، في المشاريع التجارية، حتى المجلات، واجعل عينك هي المقياس، فهذه هي الحقيقة، هي من يجعلك متقن جدا لتفاصيل عملك ونجاح مقاييسه. يعني دائما المصمم يكون دقيق في هذه الأمور، أينما كان يحاول يحلل يشوف، وفي النهاية يعني هاي راح يخدمك أنت في عملك، يعني أنت يمكن بس تشوف شغلات معينة، أنت تعرف حتى مقاييسها بالنظر، فهذا جدا مهم إلى المصمم. النجاح الثاني عشر، كن خبير وانطلق، بعد ما اكتسبت كل هذه المهارات، كل هذه الخبرات، طبعا هي نتيجة سنوات، يعني أنت كل ما إن أنت مارست عمل، كل ما قدمت، كل ما مشيت على هذا السلم اللي قدمت إليكم اليوم، في النهاية أنت راح تكون خبير في عملك. كن خبير وانطلق، بعد كل هذا ونتيجة تراكم المعلومات والتصميم مع العمل، أنت الآن مصمم، فعلا مصمم خبير، تستحق الانطلاق في سوق العمل، ومع كل التوفيق. وهذه نهاية الورشة، وإذا في مجال أن حابين يعني طرح أسئلة أو شيء، إحنا حاضرين. المجال مفتوح حق الأسئلة، راح نعطيكم المايكات في حال أي طالب عنده سؤال ممكن يسأل. طبعا أتمنى أنني أفدتكم، وإذا يعني عندكم أي استفسارات أو شيء، أو حابين يعني تعرفون عن بعض الأمور، حابين أن نفيدكم تجربة مثلا أو قصة، نحاضي ده في مجال يعني، وأتمنى أن تكونوا استفدتوا يعني.
المجال مفتوح، في قدامنا تقريبا بعد 30 إلى 40 دقيقة، مجال مفتوح قدامنا. فأستاذة سميحة، إذا ممكن تسمحين لنا تراوين الطلبة نماذج من تصاميم مشتغلين عليها أنتم فيها قود ديزاين. أوكي بس ثواني. مريم ممكن تجيبيني لي فلاش يكون فيه إن شاء الله بس شوي وراح. ما في مشكلة، أخذ راحتك. طبعاً إحنا في يقود ديزاين المشاريع تبعنا مشاريع تجارية ومشاريع سكنية متنوعة يعني، فإحنا نبدأ من البداية هم علشان إنه يأخذون خلفية إنه شلون إحنا نشتغل في المشاريع. إذا يعني على ما أنا الحين يجيبوني لي التصاميم، إحنا نبدأ من البداية، من بداية السكتش أول ما نستلمه إلى لما إن نوزع الأثاث، نوزع الإلكتريكال، من بعدها نبدأ مرحلة 3D. طبعاً لازم يكون في مشاركة بيننا وبين العميل، بحيث ان احنا ناخذ الريسيرش من عندهم والافكار وعلى اساسها احنا نشتغل في التصميم. اي واحد مريم؟ في أي أسئلة مداخلات إذا حابين تعرفون شيء أو عندكم بعض الأمور؟ المايك مفتوح أمانة إلى الطلبة، فممكن إنهم إذا في حال عندهم أي أسئلة ممكن إنهم يشاركونكم. أتوقع الحين بس تشوفون النماذج راح يعني تنبت عندهم بعض الأسئلة. أوكي ما علي، بس ثواني هذه اللي ما زين، على الأقل يخبرونا شنو استفادوا من النقاط اللي أعطينا إياهم، يعني هل كان في بالهم متوقع أو إنه هاي الأمور يعني شلون راح تساعدهم في الوصول للنجاح. ما أدري، الظاهر مستحيل الطلبة. في حال عندكم أي شيء، أي مداخلة، المايك مفتوح. اوكي حتى المشروع التجاري بعد بغيتي. اوكي
هاي عندنا واضح عندكم الحين اشياء في تصميم. معاي في تصميم الحين حاليا عرضته واضح عندكم؟ اي واضح. اوكي، هاي التصميم عبارة عن غرفة نوم إلى بنوتة صغيرة. طبعا من خلال التصميم، طبعا المصمم لازم يعني بعطيكم نبذة بسيطة عن هاي التصميم، انه في البداية انه شلون راح يكون توزيع الاثاث، يدرس الحركة شلون، طبعا احتياجات الطفلة هذه شنو بالضبط. طبعا هي لازم تكون بعين الاعتبار من قبل التصميم، يعني قبل اختيار المواد، قبل ما نبدأ هاي كل هاي الأمور يكون لها مراعاة إن إحنا نبدأ التصميم. منها توزيع الأثاث بتوزيع صحيح ومدروس وعملي حسب احتياجات الطفلة، يعني مثلا في هاي التصميم. الصوت مو واضح. هي قطع من عند الصوت. الصوت انقطع من عند من؟ ما نسمع. عند بلا احنا نسمع الصوت دكتور. ما نسمع احنا قاعدين في الليكتشر يا ستودنت، نسمع صوتك. الاستاذ انقطع الصوت من عندها. اوكي استاذه سميحه. اي نعم. الحين تسمع صوتها؟ ايه الحين ممكن. اوكي تمام، جو اهيد استاذه سميحه. أوكي. بالنسبة للتصميم هاي نفس ما خبركم، طبعاً إحنا الراعي في التصميم قبل ما إن إحنا نبدأ في توزيع الأثاث حسب احتياجات صاحب هاي مثلاً الغرفة أو البيت، على أساس يتم بعدين اللي هو التصميم. طبعاً احتياجات الطفلة هذه إن أنت شلون تختار الموقع الصحيح إلى السرير، الموقع الصحيح إلى السيتنج أريا، الموقع الصحيح إلى الستدي أريا مع البلاي أريا، بما أنه في عمر مثلاً خلنا نقول 6 إلى 7 سنوات. فعلى أساسه بعدين طبعاً التصميم هنا اللي قاعدين تشوفونك إن الكلاسيك على نيو كلاسيك، يعني اختيار الألوان لازم يكون اختيار دقيق وفرايحي بما أنه هي طفلة صغيرة، علشان يعني ينال إعجابها في نفس الوقت، يعني يخدمها وهي يعني هي اللي راح تكون في هذه الغرفة فترة طويلة وإنه يلبي احتياجاتها. فهاي أحد التصاميم. طبعاً هاي التصميم اللي تشوفونه 3D. وهي من أهم الأمور اللي يراعيها المصمم قبل ما يبدأ التصميم، طبعاً من ضمنها حتى تصميم السيلينج، الإضاءة، كل هاي الأمور يعني. ف أستاذة سميحة أتوقع في مشكلة في البرزنتيشن لأن الصورة صغيرة، بس ما أدري أنتين هل أنتين مو فاتحتينها؟ مفتوحة عندي كبيرة يعني مو صغيرة، فما أدري. إحنا مبين لنا في الفولدر نفسه. في الفولدر؟ أوكي يمكن لازم أروح أفتحها من هنا للفولدر نفسه أتوقع. أوكي الآن أوكي واضحة؟ بعد نفس المشكلة. نفس المشكلة؟ إيه. أوكي بوقف ستوب شيرينج وبنفتحها من جديد يكون أفضل. ممتاز الحين واضح. اوكي فهاي الغرفة سمعتوني من شوي الشرح بالنسبة إليها ان شلون كان التوزيع من البداية مع اختيار ماتيريال بحيث ان هي تكون يعني مناسبة الى غرفة في عمر 5 إلى 7 سنوات، استغلال يكون صحيح او اختيار صحيح موافق يكون للصغير مع بقية
احتياجاتها في الغرفة من study area, waiting area, هاي الأمور يعني. فإذا عندكم أي استفسار عليها قبل لا أعرض شيء ثاني. اوكي ممكن ننتقل الى الثانيه. اوكي تمام. كله حطيتي من الكون يا لحاكم اللي حطيتي من الكون. اي واحد هذا حطي الامس منهم ولا فحلا هي بس ما لفتها اوكي واضح الحين حاليا الشير. اي واضح واضح اوكي. عندنا هاي التصميم. من يقول لنا هذا شنو مجلس او او غرفه نبي تفاعل. طبعا هاي تصميم من نيو كلاسيك الى مجلس رجالي. طبعا الالوان بتكون في حياديه اذا بتلاحظون يعني بحيث انه يكون رسمي ويناسب جميع الاذواق حسب طبعا ذوق الكلاينت نفسه. راح تلاحظون في الألوان شلون متناسقة منسجمة مع بعض، الأثاث شلون موزع، الجداريات شلون مستغلينها بطريقة أن تكون يعني فيها تصميم حلو يبرز ذوق العميل في نفس الوقت التصميم يعني وجماليته. طبعاً تصميم الأسقف شيء جداً مهم مع توزيع الإنارة. هاي فيو ثاني إلى المجلس. طلعنا منه طبعا هاي تصميم لدايننج. طبعا انا يعني بعطيكم يعني بشكل سريع يعني علشان بعض الافكار. عندكم صاله في الفيرست فلور يعني خلينا نقول يعني جلسه عائليه بسيطه بيكون فيها كوفي كورنر مع سيتنج الى العائله. يعني طبعا هاي الفيو خاصه للعائله من زاويه اخرى. نفس الشيء بعد مشروع ثاني فيرست فلور هول. طبعا تلاحظون التصاميم تختلف من مشروع لمشروع على حسب ذوق والعميل نفسه ومتطلباته وشنو الالوان اللي يحبها والستايل اللي يحبه. طبعا المصمم لازم يراعي هاي الامور يعني لما يروح يشتغل مصمم بدوقة أو هو يعني هاي جدا مشكلة كبيرة يعني في بعضهم إنه يقول أنا ما أتقبل هاي الديزاين أو إنه هاي الستايل ما يصير. أنت لازم أنت تفهم وتتعرف على ذوق اللي راح تصمم إليه بحيث تعطيه هو اللي يحتاجه شنو اللي يبي حسب إن رؤيتك أنت. طبعا يعني ما يتدخلون في بعض التفاصيل لكن أنت لازم تشتغل بدوقهم أهم بالألوان اللي يحبونها. هني راح يعجبهم طبعا خلنا نقول هني من النظرة الأولى التصميم إذا أنت اشتغلت بذوقهم وهم من ذوقك أنت. هاي التصميم طبعاً مدخل مع الدايننج مع الصالة لأن هي حالياً التصاميم دائماً تكون open area للبلد في الوضع الحالي اللي احنا عايشينه طبعاً كله open area. فهني أنت شلون يجي تستغل المساحات بشكل صحيح وسليم وعملي بما يناسب التصميم وما يناسب احتياجات العميل نفسه. هاي زاوية ثانية من المشروع نفسه.
طبعاً بعض المشاريع تلاحظون إن فيها كثير من التفاصيل وبعضها إنه يكون شيء سيمبل بسيط. هذا دائماً يرجع إلى الكلاينت نفسه، يعني هو شنو يحب. في ملاحظة بعد حابة أن أنا أخبركم فيها، أن دائماً المصمم يحط في باله أن عنصر إبهار التصميم تبعه، يعني شيء غير متوقع ما يتوقع العميل، أنت تبهره في بعد ما أنت تصمم التصميم، فهذا جداً راح يساعدك يعني في القبول من العميل نفسه، وأن أنت شلون قاعد تقدم إليه شيء هو مو متوقع إنه. الصوت واضح عند الجميع؟ يس واضح. اوكي، في بعض المشاكل المعمارية اللي يواجهها ساعات المصمم، هني انت شلون تطلع حرفيتك، وشلون تطلع ان انت شلون تستثمر هذه المشاكل بحيث ان انت تطلع منها افضل ما يكون. مثلا عندنا الحين حاليا في هاي التصميم عندنا درج بشكل واضح على الصالة، فانت شلون تطلع تصميم يخفي هذه العيوب بدل ما ان هي تكون كتلة يعني موجودة واحنا يعني مفروضة علينا. هذا دور المصمم يعني شلون يستفيد من الاخطاء بدل ما ان تكون اخطاء وعيوب، بالعكس تكون شيء جمالي يعني مكمل الى التصميم. هاي التصميم جداً مودرن وجداً بسيط ويعني ما في شغلات كثيرة. حمام ماستر شلون طريقة استغلاله، استخدام المواد يعني. نشغل مشروع ثاني إليكم، مشروع تجاري. عذرا شكلها انقطع اي قاعده اقول ايه، فعشان كذي دشيت منها. اي كم باقي لنا من اليوم؟ ما ادري ليش قاعدين نواجهها. اي فاتمنى ان شفتون بعض التصاميم العرض جميله. اوكي شكرا. في بعد عندي مشروع تجاري حابه ان انا اعرضه اليهم علشان يشوفون يعني تنوع. اوكي مشروع
بعد اتوقع انصات. يس اوكي الحين تمام اوكي. يس اوكي. طبعا هاي عندنا مشروع تجاري عباره عن مطعم. المطعم هذا التحدي اللي صادنا فيه انه يعني منقسم الى قسمين، قسم الـ الـ يعني الفش، وقسم عندنا اللي هي طبعا الاطباق الاكسبرس، الاطباق السريعه. فهني شلون تدمج انت كمصمم هذا بين الاثنين وتعطي الفكره المناسبه يعني قدر المستطاع تناسب الثيم وتناسب الهوية لهذا المشروع. طبعاً المشروع هو مطعم وفي السعودية مو في البحرين. طبعاً اخترنا إليه هاي الألوان اللي بحيث إنها تكون جذابة في نفس الوقت تمثل هوية المشروع من ألوان من هاي الأمور. فالجانب البحري في القسم البحري تلاقون استخدمنا معظم الأشياء البحرية بحيث أنها تبرز فعلاً الهوية وتعطي الطابع إلى المطعم. الأرضية أنه شلون تكون، رحنا على الستايل الإغريقي، استخدمنا الخشب، فوظفنا كل هاي الأمور بحيث أنه يعني الزبائن يعني يتلقونه ويعجبون فيه. يعني حالياً المشاريع التجارية دائماً يعني اللي حاب ينجح مشروعه يهتم في التصميم تبعه. فمهم جدا ان هني المصمم يدقق في هذه الامور علشان يكون نجاح العميل من نجاح او هو نفسه بعد من نجاح المشروع نفسه. هاي زوايا اخرى اليه. هاي طبعا اللي قاعد اراوكم اياه الحين حاليا كل القسم البحري، حتى اشوف شلون استخدمنا القوارب ان هي تكون طاولات دايننج. طبعا هني الابتكار، شلون انت تبتكر، شلون تخلق فكرة مو موجودة أصلاً. وهاي القسم الثاني للفش أو مو الفش اللي هو الطعام السريع فاست فود. فشلون كان منسجمين مع بعض بدون ما يأثر على التصميم البحري. هاي الرأي كامل إلي. من الريسبشن الحين حاليا. طبعا ساعات في بعض المشاريع تواجه بعض المشاكل نفس ما خبركم من شوي، انه يعني مثلا يطلع لك كولوم في الوسط، يطلع لك جدار مثلا، فانت شلون تستثمر هاي الامور. احنا ما نقدر ان احنا هاي الامور نزيلها او ان هاي، فلازم نتقبلها ونحاول قدر المستطاع نستغل هاي الامور بحيث ان نوظفها ونستغلها افضل استغلال في التصميم. طبعا هني خلقنا هذه الزاوية بحيث انه يعني هي اوريدي منطقة خلنا نقول شبه ميتة، بس احنا احييناها بهاي الفكرة بحيث انه يكون في تجديد في شيء مختلف عن الموجود، زاوية مختلفة يعني. اتمنى اني وفيت معاكم وعجبكم الورشة والتصاميم اللي عرضتها عليكم. عندكم اي استفسار نفس ما خبرتكم ان حاضرين. شكرا جزيلا استاذة سميحة ويعطيك العافية. دكتور حسن اتوقع انت مع مجموعة من الطلاب، فتقدر تفتح المايك وفي حال عندهم اي استفسار ممكن يسألون استاذة سميحة. اهلا مساء الخير استاذة سميحة، طبعا شكل جدا جميل استاذة. مساء اهلا. وبصراحة خاصة الريستورنت يعني عندهم انترست، بس في عندهم سؤال بسيط يعني بالنسبة يعني الفيش بارت يستحون يتكلمون، يبون يسألون يعني how do you mix between two theme، شلون الثيم واحد مع الثيم الثاني، يبون يشوفون البارت الثاني اللي انت دخلت عليه اللي هو الفيش بارت اذا ممكن. اي اني راويتكم اياه بس انتم ما لاحظتون لان كان في امتزاج بينهم بالالوان. احنا عالجنا المشكله ان احنا شلون ان استغلينا الالوان. اذا بتلاحظ السيت تبع التشيرز اوكي بتلاحظ عطينا احنا اللون اللايت جرين اوكي، فاحنا سيتي الثاني في الجهه الثانيه اذا بتلاحظ هني عند المؤشر ما ادري واضح ولا لا، الباب الثاني حق الفود، فعطينا هني شيء كامل مع الطاولات في نفس الوقت عطينا نفس اللون للكراسي اذا بتلاحظ هني. يعني اساسا نقدر نقول ان الفود كلر هو اللي يشتغل على ثيم المطعم بتقول اللي هو الكروماتيك
and B. صحيح. أوكي شباب. شكرا أستاذة واضح. حاضرين. عفوا حاضرين. خدمتكم. شكرا أستاذة أمير. شكرا جزيلا استاذ دكتور حسن، وشكرا جزيلا استاذة سميحة، يعطيك العافية ما قصرتين. ونشكر يعني ياقوت ديزاين بشكل عام على المحاضرة الجدا جميلة، ويعطيك العافية وفرصة سعيدة. لكم فرصة سعيدة، إلينا لتحت الفرصة، بالتوفيق إن شاء الله للجميع أجمعين إن شاء الله.